الأرض إلنا للوطن والحب، عصفور المجد غنى للأمل والشوق، صبغنا إيدينا بالحنة لثوار العرب كلهن. تحية مقدمة منا لكل الدنيا صرختنا، الأرض إلنا، الأرض إلنا، الأرض إلنا. إحنا جيل ما عصرناش الانتفاضة ولا النكبة ولا أي من هاي الأحداث، بس إحنا قاعدين من عاصر الشهيد اللي انقتل بكفر قاسم قبل كم من يوم، من عاصر هدم البيوت، من عاصر القمع والتغييب داخل المجتمع الفلسطيني. النكبة هي كانت بداية النهاية، كانت بداية تهجيرنا كشعب فلسطيني. في يهود يعني بصيروا عنصريين بطريقة غير مباشرة، يعني هم بيعلموهم بالمدارس الطريقة العنصرية. أنا من ناحيتي إنه مهم يعرفوا النكبة، يعرفوا تاريخنا. من إحدى الأشياء اللي خلتني أفوت بالوطنية اللي هي الأشعار والأدب العربي وهيك. קבוצת צעירים פלסטינים מאום אל-פחם, צאצאים למשפחות שנעקרו ב-48 מכפריהם, נפגשת בכל שבוע לשיחה בנושא זהות, דיכוי לאומי ונקבה. הם חלק מפרויקט עודנה, שבנו בעברית, שעוסק בקידום ותכנון של שיבת הפליטים הפלסטינים. בחבי שאני מתג'הל לחקיקה, אנו אנחנו מהג'רין, אני مش מתג'הל לחקיקה, אנו الواقع אנו انا عايش بالمفاهم انا ولد بالمفاهم ما صارش شيء وما صارش نكبه انا عايش مكمل حياتي عادي. اليوم لقاء عن الهوية القومية اللي رح نعرض، رح نجيب فيه كل شخص منهم رح يجيب موروث قومي أخذه من أجداده اللي هو بعبر عن هويته القومية. إيش بدك من المجموعة؟ إيش بدك من الشباب؟ أنا بدي شبيبي إنه من خلال هذا الموروث اللي هم أخذوه من أجدادهم إنه يترسخ فيهم هاي هويتهم القومية أكثر، تترسخ فيهم إنهم فلسطينيين. بس ليه اخترت العملة بالذات؟ يعني إنه هو إشي معروف بكل العالم، يعني عملتنا هي عملة فلسطينية، مثلا شيك العملة إسرائيلية. ميل وعشرة ميل سنوات ال 41 و 42. هذا يعني هذول العمل، يعني أول شيء سرقتهم من سيدي، خلينا نقول هذول العملتين إنه بعبرنا عن كثير أشياء، إنه إحنا بكينا موجودين. في أنا فرحة جواتي يعني تملكني لما أحمل هاي العمل. وكأنك بتشعر إنك أنت مثلاً مواطن في دولة فلسطينية. המטבעות מצד אחד הם הוכחה לקיום הפלסטיני בארץ לפני 48. לעומת זאת, הספרים שעינב הביאה מבטאים עבורה ערכים לאומיים מהותיים. فلسطين واجبات الأمة، وهذا الشيء اللي غسان كان فاني مبينه، غير انه احنا تحت القصف. هو انسان بك، انسان عاشق، انسان كاتب، انسان مثقف متعلم، هو مثال رائع للانسان الفلسطيني المقاوم الصحيح. بس بك الهدف اني اجيب مفتاح، انه لما جدودنا تهجروا بالنكبة و صار عملية تهجيرهم، ما أخذوش رخص بيوتهم ولا أخذوا مصاريهم ولا أي شيء، أخذوا بس أخذوا مفتاح بيوتهم، لأنهم عارفين أن العودة حتمية، العودة راح تيجي ومش رايحين يعني يطولوا. בזמן שמערכת החינוך בישראל מעלימה ומכחישה את ההיסטוריה הפלסטינית, הקבוצה מהווה עבור בני נוער אלו מקום בטוח לדבר על מה שלא כתוב בספר האזרחות. طبعا اليوم في زي ما كل التغييب من ناحيه منهاج، مثلا منك بكتب الثانويه او حتى اليوم كتب الابتدائيه بحسسوك انك انت مواطن اسرائيلي. بجي بسال قدام الطلاب داخل مدرسه الاعداديه وادي نسور، انه منكم بيعرف شو صار بيوم الارض؟ وقابل بالسكوت، لانه ما حدا بيعرف، لانه ما حدا عنده فكره، ما حدا مهتم، ما حدا يعني فيش. القضيه ماتت، احنا هدفنا نحييها اليوم ولو بشكل بسيط. شو هدف الدولة هون؟ هون بتلعب الدولة لعبة حلوة، بدها تحمي هاي الشباب وتخلي هاي الشباب بس تفكر بالماديات، عشان ما نحكيش احنا بالسياسة. بدهم ينسونا القضية كلياتها، بس لا فشل طبعاً. إنه احنا مبسوطين إنه انتم موجودين عن جد، وانتم جزء مش بس من مجموعات شبابية اللي بتشتغل وبالآخر تخلص شغل بعد كم شهر. يعني الأمل إنه احنا نخلق جيل واعي يكون جزء من حراك شبابي يرجع موضوع حق العودة للأجندة اليومية لكل الأحزاب ولكل الأطر الفاعلة ضمن السياسي. العودة إشي اللي إحنا مش بس نحلم فيه، إحنا يعني المفروض وجودنا هون هو نابع من إحنا من آمن بهذا الحق وبإمكانية تحقيقه وبحتمية حتى تحقيقه، مش بس إمكانية. כפי שעשו משתתפי פרויקט עודנה בשנים הקודמות, גם צעירים אלו יבקרו בהמשך בחורבות הכפרים ובמחנות הפליטים,
ילמדו על הנכבה ואף יבנו מודלים ליישובים חדשים למימוש השיבה בפועל.